اسمي ياسين، عمري 24 سنة، ساكن في تل عرب، القرية اللي ما فيها أي خدمات أساسية، القرية اللي مش معترف فيها. بالنسبة للكهرب بنستعمل عدة طرق. طاقات شمسية تشتغل عن طريق الشمس، لازم نلفهم 3 أو 4 مرات في اليوم باتجاه الشمس عشان الطاقات يعبن كويس. في الأيام اللي ما فيها شمس، في بعض البيوت بيستخدموا مروحة اللي بتشتغل عن طريق الريح اللي بتعطيهم كهرباء، بيتغلبوا فيها على الأيام اللي ما فيها شمس. اللي فايت على القرية بيشوف ان القرية شبكة كهرباء واحدة كبيرة ومترابطة. هذا وضع القرية في ساعات الليل، زي ما بنشوف ان القرية اختفت في العتمة.